عندما تتضافر الجهود وتجتمع أيادي المحسنين للمساعدة أينما كانوا لحالات اجتماعية تحتاج للتضامن والتكافل، مرت عبر وسائل الإعلام يناشد أصحابها القلوب الرحيمة للتكفل بها صحيا أو تخفيف ظروف المعيشة المؤلمة. السيدة عائشة من وهران التي مرت في برنامج وافعل الخير الذي بث عبر قناة الشروق وجدت المساعدة اللازمة لتنقل إلى إسبانيا، حيث أجريت لها عملية جراحية بنجاح لنزع ورم في عينيها لتستعيد بصرها من جديد. خرجت من هذه الأزمة على الورم، درت العملية وطحت في دكتور ما شاء الله عالمي، هذا لي العملية ونجحت 100%. وفي صورة تضامنية مماثلة قامت جمعية رياضية بحملة جمع تبرعات لفائدة الطفل أيمن منوني من ولاية بسكرة بغية زرع النخاع الشوكي له بإحدى المستشفيات بتركيا، حيث تمكنت من توفير مبلغ 2.3 مليار سنتيم للعلاج بمساعدة المحسنين. كان خاصني نصف المبلغ، والحمد لله يا رب العالمين، يعني أنه بعثنا الناس الخير من كل بلاصة. نشكر الشعب الجزائري، نشكر الناس وكل اللي عاونت من البعيد ومن القريب، ونشكرهم كل كل كل. الموعد نهار الاثنين إن شاء الله الصباح نطلعوا للجزائر من الجزائر إسطنبول. هي عينة بسيطة من حالات كثيرة رسم فيها الجزائريون أبهى صور التكافل، فرغم ما تمر به البلاد من أزمة مالية على مستوى هيئاتها الرسمية والذي امتد إلى جيب المواطن البسيط، إلا أن فعل الخير لا يتوقف، فبمجرد رفع نداء للمساعدة في أي نقطة عبر الوطن إلا وهبت أيادي الخير لتلبي النداء. هكذا هم الجزائريون متضامنون، فيما بينهم رحماء على بعضهم.